خير بأجمل ناس وأجمل عيلة في الدنيا. 3 ثواني بس أرحب بجديد أو عيلتي القديمة يقوموا بالواجب، وخلي الجديد يا ريت يعرفنا بنفسه في التعليقات عشان نقدر إن احنا نرحب بيه. الفوبيا بتاعت كل برج رجل أو امرأة، يمكن أنا مش أول واحد هيتكلم في الموضوع ده، ولكن هي صديقة لينا نور، يعني اقترحت الاقتراح ده على قناتنا التانية اسأل محمد وعيلته، القناة الجميلة اللي فيها دروس مستفادة وبنفضفض ونحل مشاكل بعض ونتشارك فيها. وانا ما عملتوش قبل كده، وانا دايما بقول انا لما حد بيقترح عليا اقتراح بعمله بناء لو انا ما عملتوش قبل كده والاهميه بتاعته، وهل الناس عايزه ده ولا لا، لان انا بمشي بالاولويه بتاعتكم مش بمزاجي او حسب اهوائي يعني. ولكن للامانه اطلعت على بعض الفيديوهات لقيت ان الدقه غايبه فيها شويه. عامه احنا في حلقه النهارده هنقول بصراحه الفوبيا اللي بيخاف منها او اكتر حاجة يخاف منها او فوبيا كل برج من الابراج، واكتبوا، مش احنا عيلة واحدة وانتوا بتكتبوا وانا بقرا تعليقاتكم، كل حد كده بيسمعني يكتب لي دلوقتي يتوقع الفوبيا بتاعته هتكون من ايه. انا بقرا كل تعليقاتكم وهشارككم. برج الحمل اللي هو برج رجل او امرأة، التهميش، التهميش وسط اهله، وسط الحبيب او مع الحبيب، وسط الاصدقاء، وسط الاصحاب، هي دي الفوبيا. دايما برج الحمل يخاف من التهميش، ان انت تهمشه، تحسسه ان هو مش موجود، تشعره ان هو مش موجود. دي فوبيا عند برج الحمل، قاتلة، دباحة، ذابحة، تقتل برج الحمل بسكينة حامية مش سكينة باردة. التهميش دايما حاجة خايف منها برج الحمل ان هو يتعرض لها. برج الثور الانتقاد، تنتقد برج الثور ما بينساهاش دايما، انت قلت له انتقاد في دماغه، يخاف دايما او برج الثور ان حد ينتقده سواء مقرب او مش مقرب، مهم او مش مهم. الانتقاد في حد ذاته مأساة عند برج الثور الترابي، رجل او امرأة. ولذلك تلاقي برج الثور من الابراج اللي ما تحبش تحط نفسها في مواقف بايخة ابدا عشان ما تتعرضش لما يسمى بالانتقاد. رجاء لو شايفين الحلقة دي مفيدة تدوسوا لايك، والعكس ديسلايك وقولوا لي السبب، رجاء عشان توصل لأكبر قدر من أصدقائنا. برج الجوزاء الغباء، ما يطقش أي حد غبي، رجل أو امرأة، ولا يتعامل معاه ولا يشوفه ولا يكلمه ولا حتى يقعد جنبه ولا يعدي من جنبه. برج الجوزاء كده عنده عداوة ما بينه وبين الغباء، ما يعرفش يتعامل مع الأغبياء ولا يتقبل أبدا صفة الغباء في اي حد ابدا. عنده فوبيا ان هو يقابل حد غبي، يتعرض مع حد غبي، يكون مجبر ان هو يتعامل مع حد غبي. برج السرطان سوء الفهم، وكثيرا ما يقع هذا البرج رجل او امرأة فيما يسمى بسوء الفهم. يبقى مش قصده حاجة وانت تفهم حاجة تانية، او يبقى قصده حاجة وانت ما تفهمهاش وتفهم كلامه عكس فتاخد منه موقف يأذيه نفسيا ويزعلك منه وانت مش على حق. عشان كده خلي بالك، هي دي فوبيا عند برج السرطان رجل او امرأة، دايما يخشى ان الناس تفهمه غلط، وكثيرا للأسف الناس ما بتفهمه غلط. برج الاسد، الحاجة اللي تخصني محدش يمسها، عنده فوبيا من الحتة دي. برج الاسد الحاجة اللي تمثل لي شخصية او خصوصية، الحاجة بتاعته يعني، الحاجة بتاعت برج الاسد، لا يحب حد يلمسها خلي بالكم، ولا يعدي من جنبها، ولا يبص لها حتى، ولا يشم ريحتها. الاسد كده رجل او امرأة، ودي دايما فوبيا. الحاجة الخاصة قوي عند برج الاسد، الشخصية قوي عند برج الاسد، والمهمة قوي عند برج الاسد، لا يسمح ابدا المشاركة فيها حتى لو بكلمة، تخيلوا، حتى لو بنظرة، حتى لو بلمسة، حتى لو بهمسة. هو عنده فوبيا رجل أو امرأة برج الأسد الناري من حاجة زي كده. أنا عايزكم وإحنا بنتكلم تكتبوا لي آراءكم، عايزكم تشاركوني، عايزكم تقولوا لي الكلام ده فعلا منطبق وموجود معاكم ومع اللي تعرفوهم ولا لا، وعايزكم كمان تشاروا الحلقة دي رجاء توصلوها لأكبر قدر من أصدقائنا. خلينا نعرف بعض أكتر، خلينا نتشارك اكتر رجاء يعني. اذا برج الاسد، اوعى ان انت تمس حاجة او تتكلم عن حاجة ممكن ان هي تكون يعني شخصية
يعني خاصة يلخ بقى عد كتير، لأن هي بالنسبة له فوبيا، أو الفوبيا الأكبر أو الأشهر أو المعروفة عند كل برج إحنا بنقولها في حلقة النهاردة، واللي هي العامة يعني اللي ممكن البرج يتعرض ليها يوميا أو باستمرار. إحنا ركزنا في الحلقة دي عن كده، تعالوا بينا بقى ندخل على برج العذراء. أما برج العذراء، المقارنات، إنك تحط برج العذراء في مقارنة، برج العذراء من أكتر الأبراج اللي بتخاف قوي إن تتحط في مقارنة وتفشل أو يتفوق عليها أحد آخر. فوبيا عند برج العذراء، لذلك تلاقيه دايما بيدور على المثالية وفي كل حاجة وما بيلاقيهاش فيتعب. برج الميزان، القرار المصيري، تقول لي برج الميزان تعالى عشان ناخد قرار مصيري، مصيري حط تحتها خط، دي الفوبيا، ما تعرفش لأنه متردد قوي قوي فوق ما تتخيل. القرارات المصيرية بالنسبة لبرج الميزان فوبيا كبيرة قوي. برج العقرب، اقتحام الخصوصية، دايما البرج ده يخاف ان حد يعرف عنه معلومة شخصية او خاصة، هي دي فوبيا برج العقرب. اما برج القوس، الحزن او الاكتئاب، دايما برج القوس يخاف من الحاجة اللي زي كده، من الحزن او الاكتئاب، ان يصيبه حاجة من الحاجتين دول. برج الجدي، الفشل، وآه من الفشل عند برج الجدي، الفشل عند برج الجدي دباح قاتل مميت، خوفه الفوبيا بتاعت برج الجدي تتلخص في الفشل، آه لو فشلت كده أنا انتهيت، برج الجدي. أما برج الدلو، القيود، أي حد يحط عليه قيود هي دي الفوبيا عنده، هو ده قمة الفوبيا عند برج الدلو الهوائي، رجل أو امرأة تعالى قيده. وعلى ذكر السبيل يعني، او على ذكر الكلام يعني، صديقتنا اللي اقترحت الحلقة نور، برج الدلو، القيود يا نور، واكد على كلامي في التعليقات، لانك خلي بالكم انا بقرا كل تعليقاتكم وبتعرف كمان يعني عليكم من خلالها، وبكون سعيد جدا وانا بشارككم، ودوسوا لايك برضو رجاء لو شايفين الحلقة مفيدة، والعكس ديسلايك انا عادي ديمقراطي جدا. الحوت، الفراق، هوس الفراق، الخوف دايما من الفراق، نظرا ان هو سريع وشديد التعلق دايما يخاف قوي وعنده فوبيا قوي من الفراق، الحوت كده. اكتبوا لي ارائكم في الحلقة دي، بكون سعيد جدا وانا بطلع عليها وبتعرف عليكم، هتوحشوني، وان شاء الله ان شاء الله نلتقي بكرة. يا ريت تشتركوا في قناتنا التانية للفضفضة، اسأل محمد وعيلته، مفيدة جدا جدا، ادخلوا عليها بس وشوفوا بنفسكم، ولو ما لقيتوش تستحق الاشتراك ما تشتركوش واخرجوا منه، بس اللي هيدخل انا متأكد هيلاقيها مفيدة جدا وممتعة جدا. الانستجرام والفيسبوك، الرابط دي كلها بما فيهم قناتنا التانية دي في وصف الفيديو اول تعليق، وهتوحشوا.